الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعين بلابنا إن شاء الله تعالى سورة الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون وحاتر هذا قالوا لا أعبد ما تعبدون لا أعبد عابد ما أيه ما تعبدون أي الذي تعبدونه كعابديسان عابد ما ولا أنتم إذن كن متهدين عابدون قال عابد أي ما أعبد أي الذي أعبده كان عابد أي عابد ميسان ولا أنا عابد ما عبدتم أنما إهم إذ عابد أي ما عبدتم أي الذي عبدتموه كعابديسان عابد ما ولا أنتم إذن كن متهدين عابدون ما أعبد قال عابد أي كان عابد أي لكم دينكم ولي دين لكم إذن كوحي دين سقنا ذي دينكم دين تينا ولي دين أني قنا وحي سقنا ذي دين تي إذا إي سقنا تي سورة دان سورة الكافرون والي لهذا سورة الإخلاص والي لهذا قل هو الله أحد إخلاص والي لهذا سورة الإخلاص سورة سورة الكافرون سورة الإخلاص ولا إله ذا الله وضع سورة ضبا إخلاص وشيعيا إن إله يكلي العابد مرك سورة الإخلاص هي سورة الكافرون هي سورة المعابدة إيو مقعية ذا كلا الدوام بيلا ذا مناسبة أنا كذا حيس الله وضع سورة ضد أقول يا أيها الكافرون يقول هو الله أحد مدن وحي تلمام إيسا إن عبادة إلهي اللوك ليا أن عدك للعابدين وتوحيدك عملي قاها بيت الممس يا أدونك عبادة عملك أربي أكليين هو سورة الكافرون مدنو حيث الممس توحيدك اعتقاد قاها للرمين لاعتقادنا للقراء آية الممس هو قل هو الله أحد نبي قوح الله أمري إنه السيدة يلهده قل يا أيها الكافرون ساس الأمر قال هذا وقت هذا قار كود وحي ورنشرين محمد سيئة إنه خلاف كانوا قبحنا إلها قناء وقت عابدنا كو يقنا وقت إنه لعابد مركا أن ميل لحي سقن نماطنا سيدة إيا سيدة بأن سمينا حلنا وحي نود عابد إنه إلها حلنا كو يقى أيد إنه لعابد إساي نود عابد إنه مركا خلاف إيا الرباطة إيا تفرارق إيا علاد إيا وحاسي ما شوك بحيا اتفاق بائي مرئيا وين سوافقينا شدة إيا الرباطة تشريميس هل كان لحا يسوكو نماطل وحي موتشينا إيا إنصاف إنا السمين إيا ويقو عدالة سمين إيا إلا هدي الله أقبلو واغتبان ودعابو دينا عذان إلهي أهين دي يدا شركة وقال لمدي معنى هذا وحي تقال لما دي نقو وافق وقت هذا قاركون يا أو يعني هدي الله يلا هذا حل با مركا لوضا السمين ايا ده وحي نقونا يسمعنا اهان شركي قودي إن لوافقي حتى فعلا هدان لو السمين إن لوافقان بناني إن لوافقوا أيام بناني عبادتنا إلهي أكلي حق أولا عد لوضاك تامة شرته إن عدك للعابدانا وامدان بناني نباطلو قال لما أوي مركا طلب كائنا مرنا بالجيلين التوحيد لقص جنان أيه شركنا لقديران أيه بسورة دنيا يعني سورة ضبضنا وكل بأي شيء وحول هاي أمري النبي يقول إنه قوي يا رسول الله عليه وسلم قال هذا ما قال لماذا أو كوي له هذا قالوا قل يا أيها الكافرون تضبضن بما أنت وحيد ديان قال هذا إن مركا ما قال لماذا الله قوي يا رب مركزا وحيليهين يعني يعني لغو أران مركزا قال هل لغو يلاهدو يعني مسيحيين وكل هل لغو يلاهدو كريستانك يعني يعني لغو أران يعني كفار يعني لغو أران مركزا قال ذي قال لما دو عضايد وحل لغو يلاهدو يا مقعودة قال لما يا أيها الكافرون مجرتو وح مركزا مجاملة اللي يلاهد وح مركزا وحوية اريد دبلماسي اللغو هذل ايو وهذا اللذي لدبعين ايو وحقيقة أن لغا شيئين ما ترتي ولا عضينا وحد قلت له هذا لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد علماء قاركود وحيكو حنبارين
حالية استقبال إن لوجا كلا تشيدو أو واحد هذا توكيد معها كليه وهذا الكلا أتكين يو العلين تلسوع العليي ما فائدين يسوع إن سلطي هرون لا أتكين يو أمرك لا يري لا أعبد ما تعبدون وحي نغنى ساحل قال لك شوغو يعني في الحال صعد يا وقت قال لك شوغو عبد ما يكو عبديسا ولا أنتم عابدون ما أعبد إذن كنا متهدين قال عابد أيا كان عابد أيه صعد يا حل قال لك شوغو الآن ولا أنا عابد ما عبدتم أنما إهمد عابد أيا كعابد أيسا وقتك الصوص صعودة إلى الأبد عابد ما وحا عابد أيسا ولا أنتم عابدون ما أعبد إذن كنا متهدين قال عابد أيا كان عابد أيا وقتك مستقبل كصوص صعودة إلى الأبد إذن كنا عابد ميسا مركا اللبا وحلوغة شيدا اللبا دهورنا يعني في الحال اللبا دمنا في الاستقبال حالك ووقتك اللي تشوقه استقبالكنا وقتك الصوص صعودة سيدا هو حيوي لهدين علماء غاركود توكيدك يا تأسيسك إن معنى عصب آيات أي فائدة يسو يا إن معنى الله صوش يغي أي سيئات كين يسو لبدا وحا الصلاة إن تأسيس أي فائدة يسو معنى عصب شريش مركا تأسيسك معنى عصباءها إن لغو حنبارة أو ليس والتأسيس أولى من التأكيد تأسيسك كأو ليس توكيدك علماء غاركود وحي لهدين وحلقت المامية ماذا مصدرية اللغة شيدة وأفرت موضع بمصدر بلغة المامية سيد اللقبضه رأينا مرة وإن أفرت موصول لقرده اسم موصول والذي أي لوض معناته يا إن أفرت مصدرية لقرده أنا علماء غاركود بمري هدي مصدرية الله فصيرنا وحي نغنى لا أعبد عابد ما أيو ما تعبدون ماضي فعلك كدن بيا مصدر لقد رالينيا عبادتكم أي مثل عبادتكم عبادة عبادة إن اللهم ذا عبد ما يو كوا كرنا وصاص الله وشكلوا صدح هذا علماء قروح مرين ماذا كواد يا ماذا صدح هذا إن لقوح مبارو إن موصولته لا أعبد ما تعبدون يا ولا أنا عابد ما عبدتم وماذا صدح هذا ماذا اللباديو ماذا أفرادنا إلا وحن بارو إن مصدريتها وماذا الله بدو حين نغنى ولا أنتم عابدون ما أعبد إذن كمتي إذن قار عابد أي ما أعبد أي عبادتي أي مثل عبادتي عبادة عبادة إذا لم إذا عابد ميسان عبادة عبادة إذا لم إذا يعني لما إيمان إيسان وما عابد إيسان فأفرادنا وصاص الله وحيصد أو قحن بارين ماذا أيا إن إله إلا قو إطلاقه أي علماء قاركو الديديان وإليه ماذا وحلو استعمالا يعني عدي أن علم الصاحب أهيم با لغو إطلاقاه وغالبا لا استعمالا وغانا سيدا نحادة بدن كودو تلماما تاسنا وسيدا غالبك لكن سيبا ويهي سقوا بنايا إن عدي مركي سقا علم الصاحبي عدا علم الصاحب أهيم مذ والبا إن لغو إطلاقه وسيدا نحادة بدن يلاهدان ماذا وحيكو قارتها يعد علم أصاحبه أما بأي كعبران يعني وحوهي للعاقل بالله استعماله يعني نحادة بذن كودو سيدا سيدا أبي يقو أي مركا إطلاقان لكن سيبا ويه إساقو وحوهي له دا مذ والبا الله استعمالي كرا فرق ماله عد علم لأي عد عن علم لهين مذ والبا ماذا والله استعمال أبوك والله استعماله أكما قاره كلي عدي أن علم لهي على هذا وحي نغنى إسان ماذا إني صدح وشكو سغنتها إلا إلا هذا أفرتبا ومسدري ما يأفرتبا وموصول ما يتكواد يتصدح هذا وموصول طلبات يتأفرادنا ومسدري على ماذا قار وحي مرين وشكا يقو إيقا إيا إلا إلا هذا مرنا وحلقت المامي عبادة دي إخلاص كأهيد وكلا لئمن ميسان وكان عابد يعابد ميسان سيدان أعابد أينا وما عابد إيسان ويضان متابعة لغت المامي ولا أنتم عابدون ما أعبد كان عابد أيو الله وهو عبادة أكليين أيو كليك أن أقاريين أيو عبادة إخلاص قال الله إيمان ميسان ولا أنتم عابدون ما أعبد من عابد إيسان ومتهدين قال عابد أي ما أعبد
أي عبادتي أي مثل عبادتي عبادة عبادة إذا لمضوا عبادة شرعك كل سنة اتباع كسوا يا لما إيمانيسا أو شرك يبدع بك كشرتان حق إخلاص كنا وإذن كم غي أو شرك كشرتان حق اتباع كنا وإذن كم غي أو بدع بك كشرتان مركا وحوي على كل حال يعني آيات كان وعديهن وحاني التلمام يا النبي صلى الله عليه وسلم يقال ذو مرنا بإنين مركا إسو إيمانين يعني قال ذونا قال لماذا أي كسوك نانا إسو كنا دائما إسو نبينا شرك مرنا بإنان ومركا الله إيمانا أو توحيدك كسوك إيا هاي كنا سوك نانا مفارقه ساسا الوكلة تقول لكم دينكم ولي دين إذن كان الدين تينا إذن سوك ناتي أنا كان الدين تيدا إسوك ناتي ومفارقه بعض علماء كم إذا وحي لهدين آياتنا وحي سودك تي انت جهادك لواجب مركا وحي الى هذا وحل لغو نسخي اياتك جهادك لغو نسخي لكن قولك صح ماها الا الى هذا ولا نسخي ويا لكم دينكم ولي دين لو ما جهده كفر ان لو ادميه او لو فسحيه لو ما جهده ليدن لما جهادي دونه يعني هريسه يا دنبيسبا قال هذا دين تودا اسغنات مسلمين ترى دين تودا اسغنات مركا منسوخ ما هو محكموي جهاد إلا النفين أيو آياتك كالكهر تمنا فإذين ما يصلق قادم ما يعني ساسوية سورة دونوا سورة مكية وي هذا بحال أرنبا لسوي دين كرا مركا لقو فسره وقتك سوى سعودة إذن كنا عابد ما يسان كان عابدا أيو أما عبادة عبادة إذا لم إذا لم إما نيسان أو إخلاص كاية اتباع كل سنة ti waxa loo soo yahay gaalada qarkood inay soo islaameen markii dambo ibado ibadadii nabiga shabahda inay la iman jiree oo allah kaliya caabud jiree waana la amima oo waxa la yiri qul ya ayyuha alkafiru taas waxay culimadu kaga jawaabeen laba jawaabood oo waa in la yiraahdo cidi gaalnimo ku dhimanaysay oo ilaahay ogaa inay gaalnimo ku dhiman doonto ayuu u dhacay khitaabkan لو قال خطاب أيوه إذا نما عبودي دون تان كان عبودي مركه هدي لا يرادو قالت يودن لوجا ما تشيده عدي كفرك كدة إما يس كفر كدة ما نيسا أي مراد كل لوجا تشيده تهاي هدي لا يرادو إشكال إيمان ماي وش اللي بعض علماء قالوا كذا شوابين وحي له هدين ما يقالوا ولا لا خطاب أيه أو معنو حود عيا أنت قالت تهين أو كفرك كدة إمتان أو كفرك السجن تهين يعني ما عبودي دونتان كان عبودي لكن ده هدي كفر اي كبحان مؤمنين نقضان ده يا ايها الكافرون مركز سوق لمايا لكن مدة دوامهم على الكفر مدة ذي قال لما الدائمان وقال لما كسوغن يهين ويا ايها الكافرون اي سوق ليسو هذا الكا اي سوق ده قليان انت اصان عبادة ذا سعين يكدع الدونين لكن مركز ويكبحين ومركز مؤمنين بين نقضين كويلة لخطابة حالة نقض مايا تبقى مؤمنين مركا كالنقدين لبدا جوابات بصاصة لغا جوابات جوابات الدنبان السيقة والسن وهي آيات عموم بي مركا كتوسنس بسم الله الرحمن الرحيم الله وحر قل وحات لهذا يا أيها الكافرون قاروي لا أعبد عابد ما أيوه ما تعبدون يعني كعابد إيسان ما كوى عابد إيسان عابد ما وقت قلت شوق عابد ما أيوه كوى عابد إيسان ولا أنتم إذن كنا متهدين عابدون قار عابديا ما أعبد كان عابديا الله وقت قال لك يعني عابدي ميسان كان عابدي والله كلي عابد ميسان أدل إلى ذلك قال ذو وقت هذا قار كود عبادات بي سمين شرين أي وقت شهد ربي إنه يكون عابديا يعني تاصب صوماها إنه إلهي عابديا وحلورنا يا عبادة أي وقت هذا قار كود قال ذا قار سمين شرين way dooni jireen in ilaahay ugu dhawaadaan waxa ka fasahaadiyay shirkiga iyo gaalnimada ay la yimaadeen oo cibaadadaas waxay ka dhigantay cibaad la'aan bar hadii shirki lagu barxay waxay noqotay cibaad la'aan bay noqotay wax ka soo qaad maray walaw ashraku la habita anhum ma kanu ya'malu shirki gaburi wala antum idinkuna matihidin aabiduna ma a'bud qala aabudaya kan aabudaya waqtiga la jooga aabudi maysan kan aabudaya ولا أنا أنيق مئه عابد ما عبدتم مد عابد يا مئه كعابد إيسان يعني وقتك الصوص عضه
وحا عابود إيسان إذن لما عابود الدونة ولا أنتم إذن كنا متهدين عابدون ما أعبدوا قال عابود أيا كان عابود أيه وقت إذا صوص عدا إذن كنا ما عابود الدونة وإنتا قال لما كسو قانتهين الله كلي ما عابود الدونة كفر ما كسو قانتهين لكم دينكم إذن كو إذن سقنا هذا كليين دينكم دين تينه إذن لما وداقه ولي أن يقنا وكلقه وحي السقنا هذا ديني دين يعني دين تدا سقنات ديني با أصل كوها يا أديبا مركا لقوي قرى ذا قاركودنا وإثباتيا يأذو واسقين كسر ذا دالي وأن يألق الشرق ديني با أصل كوها ولي دين أنا دين تدا سقنات والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.